حكم القيء في رمضان للمرأة الحامل، أرى أن القيء لا يبطل الصيام، وحديث من زرع القيء عفوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من استقاء فليقضي ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، حديث ضعيف الإسناد، ولا وإن كان العمل عليه، لكن وراء الحامل التي تتقيء لا أراها تفطر، وأخذ برأي ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج.